مع نهاية سنة 2019 يعود للواجهة الحديث عن أهم اللحظات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر خلال هذه الفترة، وضعية لم تسجل الفارق مقارنة بسابقاتها. فالاقتصاد لا يزال يعاني في ظل استمرار التباعية للمحروقات واختلال الميزان التجارية وتأكل احتياطي الصرف، حيث من المرتقب أن يسجل 69 مليار دولار نهاية السنة مقابل 79 مليار دولار سنة 2018. ضف إلى ذلك الأزمة السياسية التي طغت وأثرت على المشهد الاقتصادي. ومع هذا شهدت هذه السنة قوانين وإجراءات يعول عليها لقلب المعادلة لصالح الاقتصاد، ولعل أبرزها المراجعة العميقة التي طالت قانون المحروقات لجعله أكثر جاذبية للشركاء إلى جانب، بعد سنوات من ركود الاستثمارات في هذا القطاع الذي يعد المصدر الأول للعملة الصعبة في البلاد. الحكومة اتجهت أيضاً لتجميد اللجوء إلى التمويل الغير التقليدي الذي اعتمدته الجزائر منذ نهاية سنة 2017 لمراجعة تراجع السيولة البنكية بسبب انهيار أسعار النفط، غير أنه سيبقى كآلية تمويل صالحة إلى غاية سنة 2022. وفي سياق جذب الاستثمار الأجنبي، عرف قانون المالية لسنة 2020 إلغاء القاعدة 49.51% لصالح القطاعات الغير استراتيجية. كما سمح ذات القانون للمواطنين باستيراد السيارات السياحية ذات المحركات بنزيل الأقل من 3 سنوات على نفقتهم الخاصة مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانوناً وفقاً لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها. وفي قطاع التجارة، صدقت الجزائر بصفة رسمية على انضمامها إلى منظمة التبادل الحر القارية الإفريقية. وفي قطاع الصناعة، وبعد أن حققت الجزائر الاكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت، توجهت للتصدير من خلال تصدير أكثر من 1.5 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 سيما نحو مالي ونيجر. قطاع الفلاحة عرف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال القمح الصلب والشعير مع رفع قدرات الإنتاج والتخزين للاستغناء عن استيرادها مستقبلا. إجراءات وقوانين تتطلب التطبيق والمتابعة لتفادي السيناريوهات الماضية للحصول على نتائج ملموسة خلال السنوات القادمة.